مات البسيط، مات البسيط تبلي سالو قويري عنده بو نجاح ماهو جاهز بدنيا، انا ما فهمتش كيف جابو. انا ما نكره بو نجاح، ما نكره بالماضي، زقا سني ماني ناقص فيزيكمون، بالليلي بدنيا ماهوش مليح، بالليلي ما يقدرش يلعب 10. علاه نقول لك ما يقدرش يلعب 10؟ دونك انت باش تلعب 10 لازم لك اللياقه البدنيه. 10 وشنو؟ كي نحكموا البالون راه يعاون لاطاك، كاين وين يرمي البالون ومن بعد يروح دوزيام افونسون، لازم له قوه وسرعه، وكي يروح البالون لازم يعاود يرجع يديفوندي. بالليلي كي دهن انا حرت ماهوش جاهز بدنيا. بالليلي سيدي دوك ولا لعبوا ولا لعبوا يقدر يلعبوا يا سيدي، ما عليه ولا لعبوا يقدر يلعبوا السيه يلعبوا دوزيام ميطون، بصح ما يلعبوش ايدي. تاش ايدي تلعب الكوروار تلعب لاطاك، وكي يروح البالون لازم تغلق الجهه ديالك باش لي 3 ميتين يقدر يغلقوا الوسط. وكي يروح البالون يعاود يطلع لاطاك، ما عندوش اللياقه البدنيه باش يقدر يلعب بوست. خاطر التكتيك لازم لك الفيزيك. بالليلي على حسب الارقام كيما نقولوا، شفت روجي ميلا في 90، روجي ميلا في 90 ساعه فو سونتر، بصح كان يلعب دو زاميطون وكان يلعب 30 متر. على كي يلعب 30 متر باش كيحكم بالون كان قريب للمرمى، فاهم؟ ماهو جاهز بدنيا يكون تاع يهبط ويقلع من السونتر. بالليلي ماهو جاهز بدنيا يقدر يدير او بوينت دو زاميطون ويقدر يلعب 30 متر، 30 متر ولا 25 متر، مي اتاكيش ولا 30 متر على باش كي ولا حكم بالون المرمى قريب تاع يقلع من السونتر ما يقدرش.